اهلا بكم مشاهدينا الى جولة الرابعة، نبداها بالعناوين. وحدات الحماية الكردية تطلق عملية عسكرية في الحسكة ضد قوات النظام وتسيطر على طريق الكاستيلو في حلب. أحرار الشام تخطط لهجوم جديد للسيطرة على حلب وتتحدث عن مباحثات لتوحد كبرى الفصائل. فيلق الرحمن يبدأ معركة جديدة في حي جوبر الدمشقي تهدف للسيطرة على نقاط عسكرية من جهة المتحلق الجنوبي. غارات روسية مكثفة على محافظات إدلب وحمص وريف دمشق تتسبب باستشهاد العشرات. نبدأ جولتنا من آخر الأخبار الواردة من حلب، حيث سيطرت الوحدات الكردية على طريق الكاستيلو في الريف الشمالي، وجاءت السيطرة عقب استهداف مقاتلي الوحدات مواقع قوات النظام في الطريق. بسيطرة وحدات الحماية على طريق الكاستيلو تكون قد فرضت حصارا مشتركا على الأحياء الغربية لمدينة حلب مناصفة مع الثوار، إذ يسيطر الثوار على منافذ النظام في جنوب حلب. في المقابل تسيطر الوحدات على الطرق الشمالية للمدينة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا خالد أبو المجد مراسل أورينت نيوز من جبهة الراشدين. أهلا بك خالد، يعني لو تضعنا في صورة الوضع على طريق الكاستيلو بعد ورود الأنباء عن سيطرة الوحدات الكردية على طريق الكاستيلو. نعم فرح، آخر التطورات العسكرية في منطقة الكاستيلو حتى الآن ليس المعلومات الواردة عن سيطرة الوحدات الكردية على هذا الطريق هي معلومات غير صحيحة. ما حصل منذ صباح اليوم وحتى الآن بأن وحدات اليبيكي قامت باستهداف طريق الكاستيلو ممر قوات النظام إلى مدينة حلب، الأحياء التي تسيطر عليها تم استهدافه ببعض القذائف المدفعية والصاروخية، وتوقفت هذه القذائف بعد أكثر من ساعة من الاستهداف، ما يقارب 20 قذيفة بحسب شهود عيان تم استهداف هذا الطريق، لكن لم تتقدم بريا هذه الوحدات أبدا على الأرض حتى تسيطر عليه. الآن الطريق بحسب وكالات وصفحات قوات النظام بأن الطريق يعمل، وشهود عيان من منطقة قالوا بأن الطريق عاد للعبور الشاحنات وكذلك قوات النظام منه من خلال منطقة المدينة الصناعية ووصولا إلى الأحياء الغربية التي يسيطر عليها قوات النظام. نعم، سنعاود الاتصال بك خالد للاطلاع أكثر على آخر التطورات الميدانية في حلب. نقلت وكالة رويترز عن مصادر قيادية في وحدات الحماية الكردية عن إطلاق الأخيرة عملية عسكرية في مدينة الحسكة لطرد قوات النظام. وقالت مصادر إعلامية في الحسكة إن وحدات الحماية أذاعت عبر مكبرات الصوت بيانا طالبت خلاله عناصر النظام والدفاع الوطني بتسليم أنفسهم، فيما تحدثت شبكات إخبارية عن هجوم عنيف للوحدات الكردية وقوات الأسايش على مباني الصحة والبريد والاتصالات والصالة الرياضية، وسط أنباء عن انسحاب قوات النظام من نقاط في حي غويران وسيطرة الوحدات على كامل حي النشوة الغربي. هذا وتضاربت الأنباء بشأن التوصل إلى هدنة بين الطرفين في الحسكة. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر عسكري تابع للنظام أن وفدا روسيا رعى اتفاقا لوقف إطلاق النار بين قوات النظام والوحدات الكردية. وأضاف المصدر ذاته بأن الطرفين بعد مفاوضات استمرت ل 48 ساعة توصلا أيضا لإعادة كافة النقاط التي سيطرت عليها الوحدات الكردية في الأيام الأخيرة لقوات النظام وإجلاء الجرحى والقتلى باتجاه القمشلي، لكن مصدرا عسكريا كرديا في الحسكة نفى هذه المعلومات لافتا إلى أن الوحدات شنت هجوما بعد ذلك الاتفاق.
وقالت القيادية في وحدات حماية المرأة الكردية ايتان فرات ان ميليشيات النظام في الحسكة استخدمت غازات سامة خلال قصفها على الاحياء السكنية في المدينة. ونفت ايتان فرات في الوقت ذاته وصول قياديين عسكريين روس الى الحسكة للتوسط لوقف اطلاق النار بين قوات النظام والوحدات، مؤكدة ان الاشتباكات لا تزال مستمرة وليس هناك اي بوادر لانهائها. هذا وتسببت المعارك الدائرة في الحسكة بنزوح مئات السكان إلى مدن القمشلي ودرباسية وعمود المجاورة. ونقل ناشطون في عمود أن المجلس الشعبي للمدينة ومكتب شؤون المنظمات التابعة للإدارة الذاتية قاما باستقبال النازحين وتقديم المساعدة لهم من طعام وماء ومأوى. وينضم إلينا مراسلنا شروان ملا إبراهيم من أربيل. أهلا بك شروان. يعني وحدات الحماية الكردية أطلقت عملية عسكرية لطرد قوات النظام، ما التفاصيل لديك؟ أرجو إعادة السؤال لما أسمع جيدا العفو. أنا وحدات الحماية الكردية أطلقت عملية عسكرية كبيرة لطرد قوات النظام، هل لديك تفاصيل حول هذا الموضوع؟ بالنسبة للعملية الكبيرة التي أعلنت عنها وحدات حماية الشعب منذ البارحة تم الإعلان عن هذا الشيء، ولكن حتى الآن معالم هذه المعركة ليست واضحة بالنسبة للعام، خصوصا أنه في مدينة الحسكة تم قطع شبكة الإنترنت في المقاهي وغيرها من الدور العامة التي كانت بالنسبة لنا مصدرا للتواصل مع الأهالي، وذلك للضرورة الأمنية والعسكرية تم قطع هذا الشيء. أما بالنسبة لضراوة المعارك الموجودة بالمقارنة مع الأيام الأولى لهذه الاشتباكات، فيبدو أن هناك عملية واسعة النطاق قد بدأت بها وحدات حماية الشعب، ولكن بالمجمل يبدو أن تحركات سياسية قد ستحدث في الأيام القليلة القادمة على هذا الصعيد، خصوصا وأن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني قد بدأ اليوم بجولة إلى تركيا، وسيلتقي من خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأيضا عددا من الرؤساء الأوروبيين، ما يعني أن الزيارة قد تكون مرتبطة بخصوص هذا الوضع الذي يؤثر على بشكل أو بآخر على كردستان العراق أيضا وكذلك تركيا. من جانب آخر، طيب يعني شروان، ألا ينفي هذا التصعيد ما تم وصفه من قبل البعض بأن ما يحدث يعني مسرحية؟ الموضوع لا يتجاوز حدود المسرحية، المسرحية التي كانت يعني توصف من قبل جهات كردية أو جهات سورية معارضة لسياسات حزب الاتحاد الديمقراطي كانت على بمستوى اشتباكات تجري يوم يومان، وغالبا ما كان في يعني يحدد الضحايا في هذه العمليات التي كانت تسمى بالمسرحية عدد الضحايا قليل جدا، وليس بهذا المستوى أن يستمر لعدة أيام وأن يضطر قيادة جيش النظام لإصدار بيان تهديدي لهذه الوحدات، وكذلك التصاريح التي كانت تخرج قبل الآن من أطراف موالية لحزب الاتحاد الديمقراطي أو وحدات حماية الشعب لم تكن تهاجم النظام بهذا الشكل. نعم كانت تنتقد وتراوغ في التصاريح، ولكن ليس بهذا الشكل الذي يحصل في الأيام الأخيرة. يعني موضوع المسرحية عادة ما ينتهي يوم يومان، ثم يعني حزب الاتحاد الديمقراطي على الصعيد الكردي قام باعتقال العديد من القيادات الكردية في الآونة الأخيرة، يعني قبل البدء باشتباكات الحسكة، وقامت بنفي رئيس المجلس الكردي إلى إقليم كردستان العراق، وبمعنى أنه لا يهم من سيقول عنها
اي شيء يعني. ولهذا يعني اعلاميا هي ليست الحزب ليس بحاجه الى مسرحيات لكي يقوم بها، خصوصا ان حجم ضربات المعارك التي تحدث كبيره جدا بالمقارنه مع الاشتباكات التي حصلت سابقا. اغلب الظن ما يقال في الشارع الكردي والمراقبين الكرد يبدو ان هناك تغيير في الخارطة العسكرية لمناطق الشمال السوري، خصوصا المناطق التي تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية التي هي على الغالب تتشكل من وحدات حماية الشعب. ويبدو أن حزب العمال الكردستاني نقول الذي يعني هو المرجع الرئيسي لهذه الوحدات وحزب الاتحاد الديمقراطي قد سيتحول من المحور الروسي إلى المحور الغربي الأمريكي، يعني هناك الكثير من التكهنات، يعني نعم. الموضوع بحسب ما يجده مراقبون حتى الكرد المعارضين لسياسات حزب الاتحاد الديمقراطي يعني تجاوز حدود المسرح. طيب أيضا يعني ما صحة الأنباء التي تواردت حول الهدنة بين الوحدات والنظام بوساطة روسية؟ بحسب تواصلي مع قيادة مؤسسة الأسايش منذ البارحة حتى الآن ليست هناك أي عملية هدنة معلنة بين الطرفين، يعني ما يقال هي مجرد أقاويل إعلامية بحسب ما أفادوا لي يعني، وعادة الهدنة تحدث من الجانبين وليس من طرف واحد. نعم. هل فعلا يعني قام النظام باستهداف المدينة بالغازات السامة كما قالت الوحدات؟ حتى الآن الأنباء غير مؤكدة، يعني الوحدات قالت ذلك ولكنها لم تؤكد على هذا الموضوع. هذه الأنباء تواردت سابقا أثناء الاشتباكات الموجودة بين نفس الوحدات وقوات تابعة للنظام أو تابعة للكتاب الإسلامية في حي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب أيضا. بعضها كانت يعني أنباء صحيحة والبعض الآخر لم تكن بهذا المستوى من الحقيقة يعني. ولهذا يعني الموضوع يحتاج إلى أيام لأتأكد من صحة هذا الخبر يعني. طيب شروان أخيرا يعني ماذا عن نزوح أهل الحسكة إلى القمشلي؟ بالنسبة لعملية النزوح بدأت منذ اليوم الأول. طبعا عمليات نزوح جماعية وفردية يعني تحدث على مستوى عائلة وعائلتان أو عشرات العائلات مع بعضهم البعض بحسب ما تتسنهم لهم الفرصة. ولكن الذين نتواصل معهم وموجودين داخل الحسكة يؤكدون أنه ما زال هناك الكثير من العوائل موجودة في بعض الأحياء التي لم تتعرض لعمليات الاشتباك والقصف أو ما شابه، وخصوصا أن هناك الكثير من عوائل الحسكة هم بالأصل يعني من أهالي سكان الدرباسية ورأس العين وعامودة والقامشلي. ربما هؤلاء من التجوا إلى بيوت أبناء عمومتهم وأهاليهم في تلك المناطق. عدا ذلك في الأيام الثلاث الأخيرة وعلى معبر سيمالكا الحدودي الفاصل بين كردستان العراق وسوريا شهد عملية نزوح من بعض أهالي مدينة الحسكة إلى أقليم كردستان العراق، ولكن لم يكن بذلك المستوى الكبير الذي كان يحدث سابقا. يعني على سبيل المثال أثناء اندلاع الاشتباكات في كوباني عين العرب أو في تل أبيض أو في بعض المناطق كانت حكومة إقليم كردستان العراق تصدر قرارات رسمية بفتح الحدود بوجه أبناء تلك المناطق التي كانت تشهد النزاعات، ولكن حتى الآن لم نشهد هكذا قرار من كردستان العراق بفتح المعبر تجاه بوجه أهالي الحسكة، ما يعني أن عمليات النزوح إلى كردستان العراق أيضا يعني قليلة وليست بالمستوى الكبير. شكرا لك على كل هذه المعلومات شروان مولا إبراهيم مراسلنا، كنت معنا من أربيل. وقد وردنا هذا الخبر العاجل حيث أفاد مراسل أورينت نيوز عن استشهاد 14 مدنيا جراء غارات جوية للنظام استهدفت الأحياء السكنية في حيي الأنصاري وسكري بحلب. ونبقى بحلب حيث قال الناطق العسكري باسم حركة أحرار الشام أبي يوسف المهاجر إن هناك عدة فصائل كبرى تناقش موضوع التوحد في الساحة السورية وتعد الأليات لذلك، مشيرا إلى هجوم جديد للثوار على مدينة حلب يجري التخطيط له وبأنه سيبدأ في الساعات القليلة القادمة. وأكد أبو يوسف المهاجر أن العمل العسكري المرتقب في حلب وريفها الجنوبي قائم على تأمين خطوط الإمدادات والشريان الرئيسي الذي تم فتحه إلى أحياء المدينة التي كانت محاصرة، بالإضافة إلى صد هجمات قوات النظام على المواقع التي سيطر عليها الثوار. وحول جثث الطيارين الروس الذين سقطت طائرتهم في إدلب، أكد المهاجر أنها ستكون للتبادل مقابل معتقلين سوريين في سجون نظام الأسد.
وأعلن ثوار حلب صد محاولة تقدم جديدة لقوات النظام على محور الكلية الفنية الجوية جنوب غرب المدينة. وقالت غرفة عمليات فتح حلب إن 20 عنصرا من قوات النظام وميليشياته بينهم 3 ضباط قتلوا في محيط الكلية، إضافة لتدمير مدرعة وعربة مزودة برشاش. من جهتها أقرت مصادر موالية بمقتل 5 ضباط في معارك حلب بينهم عميد ومرافقان شخصيان للعقيد سهيل الحسن دون تطرقها لمصير الأخير، فيما بثت كتائب أبو عمارة مقطعا مصورا لحصار مجموعة من قوات النظام في محيط الكلية الجوية. انتصارات متتالية للثوار على الجبهات المشتعلة في حلب وريفها. جيش الفتح والفصائل المشاركة معه تمكنوا من إحباط محاولة جديدة لقوات النظام والميليشيات الشيعية لاستعادة مناطق تم تحريرها مؤخرا في جنوب مدينة حلب، كما استعاد الثوار تلة أم القرع المشرفة على طريق الراموسة. خسائر النظام والميليشيات الطائفية تضاعفت في المعارك الأخيرة حتى وصلت إلى قرابة 200 قتيل وفق العديد من المصادر. وذكرت جهات إعلامية تابعة للثوار أن مجموعة شيعية مؤلفة من 80 عنصرا حوصرت في أحد محاور تلة أم القرع بعد وقوعها في كمين محكم، كما قتل وجرح العشرات إثر محاولة فاشلة للتقدم إلى محيط الكلية الجوية ومنطقة الراموسة وتلتي المحروقات والجمعيات، إضافة لبلدتي الحويز والقراصي جنوبي حلب. وتظهر صور جوية بثها الثوار أعدادا كبيرة للقتلى منتشرة في محيط الراموسة. وفي إطار خسائر النظام في معارك حلب، نعت صفحات موالية 2 من مرافقي العقيد سهيل الحسن، كما بث المكتب الإعلامي لتجمع فاستقم شريطا مصورا يظهر مقتل مجموعة من ميليشيات إيران إثر استهدافها بصاروخ موجه، وذلك خلال محاولتها التسلل إلى الكلية الفنية الجوية في الراموسة. الناطق العسكري باسم حركة أحرار الشام أبو يوسف المهاجر أعلن أن هجوما جديدا على مدينة حلب يجري التخطيط له، مؤكدا أن العمل العسكري الحالي قائم على تأمين خط الإمداد والشريان الذي تم فتحه مؤخرا إلى أحياء حلب، فضلا عن صد هجمات قوات النظام. لدينا مرحلة قادمة هي مرحلة تأمين الطريق، هي هذه المرحلة الرابعة. سيتم أخذ بعض النقاط الاستراتيجية العالية التي تقطع الطريق نيرانيا، حيث أنها الآن مؤثرة على هذا الطريق، الطريق ليس آمنا، ليس مفتوحا بشكل كامل. كما أشار القيادي في أحرار الشام إلى أن المرحلة الرابعة من المعركة لم تنطلق بشكل فعلي، وذلك بسبب محاولات النظام اليومية إعادة اقتحام المناطق التي خسرها وبالتالي إغلاق طريق حلب. اليوم ومع إعلان جيش الفتح قرب انطلاق المرحلة الرابعة من المعركة، تتوجه الأنظار والآمال إلى مواصلة الثوار لانتصاراتهم والوصول إلى ما هو أبعد من تأمين طريق حلب، أي تحرير المدينة التي أنهكها النظام بالقصف لسنوات. في حلب أيضا وعلى صعيد آخر، استشهد 11 شخصا في حصيلة أولية وجرح العشرات جراء قصف جوي للنظام والعدوان الروسي على حي بستان القصر بالمدينة، كما سقط 3 شهداء على الأقل في قصف مماثل على حي الجلوم. وفي الريف الشمالي تسببت غارة جوية للنظام بخروج مركز الدفاع المدني عن العمل في مدينة حريتان. وكانت طائرة روسية قتلت أمس أكثر من 30 مدنيا جراء سلسلة غارات على ريف حلب الغربي. أكثر من 30 شهيدا وعشرات الجرحى في مدينة حلب وريفها جراء غارات جوية كثيفة استهدفت منازل وأسواق المدنيين في كل من بلدات أورم الكبرى وكفر جوم وكفر حلب بالريف الغربي. وكان من بين الشهداء عائلة الإعلام علي أبو الجود في منطقة حلب القديمة جراء استهداف منزلهم ببرميل متفجر. شن طيران العدوان الروسي يوم أمس عشرات الغارات الجوية على ريف حلب الغربي، طبعا أعنف الغارات كانت على بلدة أورم الكبرى
التي حدثت فيها مجزرة كبيرة راح ضحيتها حتى الآن 15 شهيد. نشاهد حتى الآن فرق الدفاع المدني تحاول استخراج العالقين تحت الأنقاض، إضافة إلى بلدة كفر حلب 6 شهداء، بلدة كفر جوم 4 شهداء. يعني الإجرام الروسي يتواصل في مدينة حلب ليس فقط داخل الأحياء إنما أيضا في الريف الحلبي. يوم أمس الحصيلة أكثر من 35 شهيد إضافة إلى أكثر من 70 جريح. حصيلة الشهداء يعني معرضة للزيادة بسبب كثرة الجرحى. ساعات طويلة من العمل قضتها فرق الدفاع المدني حتى استطاعوا انتشال من تبقى من المدنيين تحت أنقاض منازلهم في بلدة أورم الكبرى، البلدة التي تعرضت لمجزرة راح ضحيتها العديد من الشهداء والجرحى في الوقت الذي دمرت به الطائرات الحربية عشرات المنازل للمدنيين. امبارح ضربت الطيارة أذان العصر أو بعد بشوي، نحن عملنا متواصل موقفنا طول من امبارح لهلا، طالنا شيء 25 شهيد وإصابات شيء 30 واحد، ولهلا العمل مستمر وما بنعرف شد العدد إنه تحت الأنقاض لحد الآن. مجازر متواصلة بحق المدنيين وصعوبة بالغة في تأمين العلاج للجرحى بعد انتشالهم من تحت الأنقاض، فطائرات العدوان الروسي لم تترك لهم مشفى إلا ودمرته. آخرها كان 3 مشافي ميدانية في ريف المدينة بأقل من أسبوع واحد. في ذكرى مجزرة الكيماوي ما يزال النظام السوري حرا طليقا، وقد لا يختلف المقتول أكان بالغازات السامة أم تحت أنقاض هذا البيت المدمر. خالد أبو المجد، أورينت نيوز، ريف حلب الغربي. هذا ما ناشد المجلس المحلي لمدينة جرابلس بريف حلب الجيش الحر بجميع فصائله وخاصة المجلس العسكري من أبناء المدينة لتحرير جرابلس من تنظيم الدولة. وأكد المجلس التزامه بكافة قيم الثورة وحقوق الشعب السوري في نيل حريته وكرامته ووحدة الأراضي السورية. ويأتي بيان مجلس مدينة جرابلس المحلي ردا على تهديدات أطلقتها جهة سمت نفسها بمجلس جرابلس العسكري وريفها والمنضوي تحت قوات سوريا الديمقراطية. وحذر المجلس المزعوم الجيش الحر من السيطرة على مدينة جرابلس، كما حذر تركيا من مغبة ممارساتها العدائية ضد الأراضي السورية على حد وصفه. يعود وينضم إلينا مراسلنا خالد أبو المجد من جبهة راشدين. أهلا بك من جديد خالد. بداية لو نبدأ بالمجزرة التي ارتكبها النظام في حيي الأنصاري والسكري، ما التفاصيل لديك وهل هناك حصيلة نهائية لأعداد الشهداء والجرحى؟ نعم فرح، الآن وصلنا خبر عاجل بارتقاء 14 شهيد مدني في أحياء السكري وكذلك الأنصاري في مدينة حلب جراء الغارات المتواصلة والمجازر أيضا المستمرة بحق المدنيين في المدينة وريفها الغربي. الآن 14 في حيي الأنصاري والسكري بالإضافة إلى شهداء يوم البارحة كانوا في حي منطقة الجلوم ومن قبلها في حلب القديمة. أيضا الطائرات الحربية ارتكبت مجازر بحق المدنيين في بلدة أورم الكبرى وكذلك في كفر حلب وعدة نقاط أخرى في ريف حلب الغربي. الطائرات ما تزال تقصف وتدمر وأعداد كبيرة من الجرحى وصعوبة بالغة بنقلهم وعلاجهم بعد استهداف الطائرات الحربية الروسية لعدة مشافي وتدميرها. دمرت 3 مشافي خلال الأسبوع الماضي فقط في ريف حلب الغربي، كان أهمها مشفى دارت عزة الريح المرسلة بالإضافة إلى مشفى النساء والأطفال في بلدة حريتان وبالإضافة كفر حمر عفوا، بالإضافة إلى شهداء أيضا قصف كان على مشفى حور في ريف حلب الغربي. طيب خالد، ماذا عن إعلان حركة أحرار الشام عن التخطيط لهجوم جديد للسيطرة على حلب خلال الساعات القادمة؟ هل لديك معلومات حول ذلك؟ نعم، جيش الفتح وفصائل عسكرية أخرى أعلنوا بأن العملية العسكرية على الأحياء تسيطر عليها قوات النظام لم تتوقف، لكن الهدوء يعني يعود لهجمات قوات النظام وميليشياته التي شنوها مؤخرا على مناطق سيطرة الثوار. الثوار الآن يعملون على تأمين طريق حلب الراموسة بشكل كامل قبل البدء بعمليات عسكرية أخرى. الآن سيعمل الثوار على توسيع الطريق، كما أكد القائد العسكري والناطق باسم حركة أحرار الشام بأن الأعمال العسكرية لجيش الفتح
ربما من جديد ستنطلق خلال الساعات القادمة، ولربما سنشهد فتوحات جديدة للثوار الذين حتى الآن يعملون لتأمين الطريق بشكل كامل. هناك أعمال عسكرية لربما سنشهدها على معمل الإسمنت أو تلتلاب شقة أو منطقة الراموسة ومنطقة صلاح الدين بالإضافة إلى العملية. جميع هذه النقاط هي أهداف للثوار، أهداف مبدئية. أما عن المخططات الكاملة والكبرى ربما سيكون العمل حتى تحرير المدينة بشكل كامل. خالد، هناك أيضا حديث يعني من أحرار الشام عن مبادرة لتوحيد الفصائل، يعني هل شاهدتم أي شيء على الأرض أم ليس بعد؟ الفصائل العسكرية بجميع مكوناتها ليست فقط حركة أحرار الشام الإسلامية يقومون بدعوة الفصائل ويقومون بالتنازلات لبعضهم البعض للاندماج الكامل تحت غرفة عمليات واحدة وكذلك أو توحد ضمن فصيل واحد. يعني كانت هناك بعض الناشطين أقاموا حملات لالتحاق بجيش الفتح، وكذلك الفصائل العسكرية في مدينة حلب أيضا وجهوا نداءات لتوحيد الفصائل العسكرية في المدينة. حتى الآن لم يعلن أي فصيل عسكري عن اندماجه أو توحده، لكن هناك مطالبات شعبية ومطالبات عسكرية وأيضا من القيادات نفسهم لتوحيد الصفوف، وذلك ليكونوا قبضة واحدة لمواجهة قوات النظام وميليشياته بالإضافة إلى طائرات العدوان الروسي. طب إذا انتقلنا خالد للحديث عن المعارك الدائرة على محور الكلية الفنية الجوية جنوب غرب حلب، يعني لو تضعنا بآخر التطورات هناك. فرح، جميع محاولات قوات النظام باءت بالفشل أمام صمود للثوار. فقط منطقة واحدة تلت أم القرع هي الآن منطقة خالية بين الثوار وبين قوات النظام، لأن المنطقة حرقت بالكامل بأكثر من 100 غارة جوية خلال 3 ساعات عند اقتحام قوات النظام. أما الفنية الجوية فلم تستطع قوات النظام وميليشياتها التقدم عليها أبدا، وجميع محاولاتهم باءت بالفشل. جبهة فتح الشام بالإضافة إلى فصائل عسكرية أخرى الثوار بمقاتلي الجيش الحر أعلنوا عن مقتل أكثر من 300 عسكري لقوات النظام خلال 3 أيام الماضية. جبهة فتح الشام أعلنت عن مقتل 150 بالعمليات العسكرية، بالإضافة إلى الفصائل العسكرية الأخرى أعلنت عن مقتل أكثر من 100 عسكري أيضا من خلال استهدافهم بالصواريخ الحرارية. شاهدنا عدة صواريخ كانت قد ألقتها ألقاها مقاتلو تجمع فاستقيم، وكذلك الفوج الأول والجبهة الشامية وثوار الشام وجيش المجاهدين. أعداد قتلى كثر لقوات النظام، لكن قوات النظام استجلبت أعداد كبيرة من المقاتلين من جبهات درعا ودمشق وحمص وحماة، والآن هم يقاتلون في جبهات حلب خوفا من انهيارات كبيرة لقوات النظام في هذه المدينة. شكرا لك خالد أبو المجد مراسل أورينت نيوز، كنت معنا من جبهة الراشدين. بريف إدلب سقط 9 شهداء وجرح عدد آخر في قصف جوي روسي استهدف بلدة معارة النعسان، وسقط عدد من الجرحى في قصف جوي مماثل استهدف مدينتي إدلب وجزر الشغور بالإضافة لبلدتي شلخ وكنصفرة، فيما تعرضت قريتا بدانا وفريكي غربي جزر الشغور لقصف صاروخي تسبب بحدوث أضرار مادية في الممتلكات. للمزيد من التفاصيل معنا هاشم العبد الله مراسل أورينت نيوز من إدلب. أهلا بك هاشم، إن مع هذا التصعيد الروسي والقصف العنيف الذي تتعرض له مدينة إدلب وريفها، ما هي آخر حصيلة للشهداء وجرحى؟ نعم فرح، اليوم يعني هناك 3 شهداء في مختلف محافظة إدلب توزعوا على شهيد في مدينة جسر الشغر، وعدد من الجرحى نتيجة استهداف المدينة ليلا بالصواريخ العنقودية أدت إلى سقوط شهيد كما ذكرنا وعدد من الجرحى. طبعا الغارة كانت على وسط المدينة خلفت أعداد كبيرة من الجرحى كون تشظي هذه القنابل كبيرة جدا، وأدت إلى نشوب حرائق قام الدفاع المدني وفوج الإطفاء بإطفائها وإنقاذ الجرحى. أيضا نتحدث شهيد في بلدة أحسن في جبل الزاوية نتيجة استهداف البلدة بالصواريخ الفراغية ليلا أدت إلى استشهاد طفل وعدد من الجرحى ودمار في الأبنية السكنية. أيضا بقصف مماثل استهدف قرى جوزف في جبل الزاوية وكفرنبل وعدد من المناطق في جبل الزاوية. جميع هذه الغارات التي أتحدث عنها هي غارات ليلية استهدفت هذه المناطق. اليوم تركزت الغارات على مدينة خان شيخون حيث سقط شهيد وعدد من
الجرحى، 8 جرحى، بالإضافة إلى قصف مدفعي صاروخي من قبل قوات النظام المتمركزة في ريف حماة الشمالي في صوران وبريديج على خان شيخون والمناطق المجاورة لها، وخصوصا بلدتي التمانعة وأسكيك، ووصولا إلى بلدة الهبيط بالريف الجنوبي. أيضا شن منذ قليل الطيران الحار بأربع غارات جوية على مدينة بن نشوى، يعتبر هذا الاستهداف الثاني بعد استهدافها البارحة بثلاث غارات جوية. أيضا تم استهداف مدينة سراقة بثلاث غارات جوية اليوم صباحا، أدت إلى سقوط 4 جرحى بين صفوف المدنيين. أيضا ننوه لارتفاع عدد شهداء مجزرة معركة النعسان البارحة إلى 11 شهيدا، أكثرهم من الأطفال والنساء. نعم تفضل أكمل هاشم. أيضا الغارات اليوم استهدفت بلدة اشتبرق بريف جسر الشغور الجنوبي بعدد من الغارات الجوية بالصواريخ الفراغية والصواريخ العنقودية. نوه أيضا إلى أن الصواريخ العنقودية تسبب إصابات بشرية كبيرة، لا تسبب دمارا كالصواريخ الفراغية، لكن الإصابات البشرية والخسائر البشرية هي كبيرة جدا. أيضا ننوه إلى أن النظام يقوم يوميا بقصف المناطق الحدودية مع تركيا، أدى إلى نشوب حرائق. البارحة كان هناك قذائف صاروخية من مناطق تجمع قوات النظام في جبل الأكراد والتركمان إلى داخل الأراضي التركية، أدت إلى نشوب حرائق باتجاه القرى الحدودية في تركيا. طبعا الدخان والنار وصلوا إلى المناطق المحيطة بريف جسر الشغور الغربي، لا سيما القصف المدفعي الذي يستهدف داخل الأراضي السورية كبلدتي إبدامة والناجية، لا سيما البراميل المتفجرة التي تسقط على هذه المناطق بشكل يومي. أيضا الغارات اليوم استهدفت منطقة أورمجوز بريف أريحة. نعم شكرا لك شمال عبد الله مراسل أورينت نيوز، كنت معنا من إدلب. قال مراسل أورينت نيوز إن 3 طائرات حربية روسية شنت غارات جوية مكثفة على مدن وبلدة الغوطة، وتسببت بسقوط 4 شهداء على الأقل بينهم امرأتان وجرح العشرات في مدينة دوما، فيما سقط شهيدان في قصف مماثل على بلدة بيتسوى وفي ريف الغربي. قال مجلس الدرايا المحلي إن 30 برميلا متفجرا استهدفت أحياء المدينة، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وحدوث حرائق كبيرة في الأبنية والممتلكات. بعد يوم واحد من ذكرى مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية، يصعد من جديد قوات النظام، تصعد عن طريق القصف في مختلف مناطق الغوطة الشرقية، منطقة بيت سوا، منطقة عربين، وأيضا مدينة دوما التي نتواجد فيها حاليا. كان هناك 3 شهداء حتى هذه اللحظة والعديد من الجرحى الذين تم نقلهم إلى النقاط الطبية. طبعا دائما المتضررين هم المدنيين، والمدنيين هم دائما ضحية القصف المتواصل. طبعا كما نشاهد نحن في أحد الأحياء السكنية التي تم استهدافها بأحد الصواريخ العنيفة جدا والتي أدت إلى دمار واسع في الأبنية السكنية وحتى في المحلات التجارية. قصف طيران وقصف أرض وفي 3 شهداء بدوما وفي عدة شهداء بالغوطة الشرقية، ونسأل الله العفو والعافية بجاه النبي، والله يفرج على أهوى السبب. يعني الصورة أكبر دليل على اللي صار. شوف مثل ما شايفين، يعني عشرات الشقق اللي كان يقطنها أطفال ونساء تدمرت. عم نتكلم عن شهداء، عن جرحى، عن قصف متواصل، طيران روسي، أرض ما خلى سلاح ما ضربنا فيه. مبارح ذكرى مجزرة الكيماوي، اليوم عم يذكرنا بالدمار وعم يذكرنا بالمآسي وعم يذكرنا بالجراح بقصف متواصل على مدينة دوما. الأهالي الآن بحالة يعني خوف بكل من دوما بيت سوا جراء القصف المتواصل من الصباح الباكر. في هذا الحي السكني هنا كما نشاهد كانت تقطن عشرات العائلات التي هربت من بطش النظام في المناطق الأخرى من الغوطة الشرقية كمنطقة الأحواش، ولكن سقف منازلها لم يحميها من بطش النظام ومن الغارات المتواصلة على المباني السكنية. كان معكم محمد عبد الرحمن، أورينت نيوز، الغوطة الشرقية. من جانب آخر، أعلن فيلق الرحمن عن بدء معركة في حي جوبر شرقي العاصمة دمشق تهدف للسيطرة على نقاط عسكرية هامة من جهة المتحلق الجنوبي. كاميرا أورينت نيوز رصدت جانبا من المعارك الدائرة في الحي وتقدم الثوار على محور طيبة.
أعلن فيلق الرحمن عن بدء عملية، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين طبعا في حي جوبر الدمشقي، تمكن خلال الساعات الأولى من السيطرة على عدة مواقع استراتيجية في هذا الحي. طبعا المعارك تتركز في محور طيبة، هذا المحور الذي لطالما حاولت قوات النظام خلال الأيام الماضية الاقتحام من هذا اقتحام هذا المحور من أجل فصل حي جوبر الدمشقي عن الغوطة الشرقية. معنا هنا القائد العسكري في فيلق الرحمن، يعطي العافية. احكي لنا بداية عن المعركة اللي أعلنتوها. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أعلننا معركة على قطاع طيبة بحي جوبر الدمشقي، وتمكن مجاهدو فيلق الرحمن من أخذ عدة نقاط والسيطرة على عدة نقاط. مثل ما لك شايف القصف مشتد، وبإذن الله تعالى قريبا رح نتمكن من السيطرة على ونتقرب من الاستراد الجنوبي المتحلق الجنوبي أكثر بإذن الله تعالى. نحن يعني نشاهد حدة المعارك والاستهداف المباشر من قبل النظام لهذا الموقع. نحن الآن على الخطوط المواجهة الأولى في حي جوبر الدمشقي. المعارك محتدمة جدا في هذا الحي. قوات النظام بعد أن سيطر الثوار على عدة مواقع تحاول الآن باستهداف هذا المكان بشتى أنواع الأسلحة. أيضا يعني الثوار قاموا هنا بإشعال الإطارات وأيضا الدواليب من أجل منع الطائرات الحربية من التحليق في هذا المكان. يمان السيد، أورينت نيوز، حي جوبر دمشق. ويبقى معنا يمان السيد مراسل أورينت نيوز من ريف دمشق. أهلا بك يمان. إن لو نبدأ من الغوطة الشرقية ومعارك الثوار، أين تتركز الاشتباكات حاليا وما المناطق التي تمت السيطرة عليها؟ هل تسمعني يمان؟ نعم بالفعل فرح، يعني تطورات كثيرة شهدتها اليوم الغوطة الشرقية. أبدأ من المعركة التي أعلنها فيلق الرحمن في حي جوبر الدمشقي. هي المعارك تتركز على عدة محاور، لكن أبرز هذه المحاور هو محور طيبة. أهمية هذا المحور أن قوات النظام خلال الثلاث سنوات الماضية حاولت السيطرة على هذا المحور بشكل كامل من أجل فصل الغوطة الشرقية عن حي جوبر الدمشقي، وبذلك أيضا تكون قد سيطرت على أجزاء واسعة أيضا من مدينة زملكة في حال طبعا سيطرت على هذا المحور، لأن المتحلق الجنوبي سيكون بامتداده من الواصل طبعا إلى حي جوبر وأيضا إلى مدينة زملكة تحت سيطرة النظام. لكن الثوار اليوم باغتوا النظام بهذه العملية العسكرية الكبيرة والتي تركزت كما ذكرت في محور طيبة. استخدم طبعا فيلق الرحمن الكثير من الآليات العسكرية والأسلحة الثقيلة خلال هذه المعركة في الساعات الأولى. تمكن من السيطرة على أكثر من 20 مبنى بالقرب من المتحلق الجنوبي، وبذلك طبعا كشف عدد كبير من نقاط النظام الاستراتيجية وأيضا معظم التعزيزات العسكرية التي يستخدمها إن كان من حاجز طامي أو من رحبة الدبابات على أطراف حي القابون الدمشقي. المعارك إلى حد هذه اللحظة مشتعلة ومحتدمة في حي جوبر الدمشقي. نحن الآن على أطراف حي جوبر الدمشقي نسمع طبعا أصوات القصف بين الفينة والأخرى وأيضا أصوات الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة. أما عن أيضا قام الأهالي بمساندة الثوار أيضا بإشعال الإطارات من أجل منع طائرات النظام من التحليق وأيضا تنفيذ غاراتها الجوية في حي جوبر الدمشقي، لكن النظام قام باستهداف الحي بالقذائف المتمركزة على سفاح قاسيون وأيضا السكنات العسكرية المتمركزة في تلك المنطقة. المعركة مستمرة. فيلق الرحمن أعلن طبعا تدمير عربة بي ام بي ودبابة لقوات النظام ومقتل عدد من عناصر النظام في هذه الجبهة. بالمقابل طبعا قوات النظام ردت على الأحياء السكنية في الغوطة الشرقية من خلال تنفيذ 25 غارة جوية تركزت أغلبها في مدينة دوما الذي كان لها نصيب 12 غارة جوية. أيضا مديرة وبيت سوا ومدينة عربين كان لهم أيضا نصيب من هذه الغارات. طبعا 12 غارة استهدفت مدينة دوما، خلفت 8 شهداء وأكثر من 30 جريح في تلك المنطقة. من بين هذا الاستهداف صواريخ نابلم حارقة وأيضا صواريخ عنقودية محرمة دوليا، مما ادعى المجلس
المحلي لإعلان هذه المنطقة منطقة منكوبة. سألنا طبعا أعضاء المجلس المحلي إن كانوا قدموا هذه البيانات إلى المجتمع الدولي أو منظمات المجتمع الدولي، لكنهم تحدثوا أنهم منذ إعلان مدينة دوما مدينة محررة هم بين الفينة والأخرى يقومون بإرسال مثل هذه البيانات. إن المواد إن كان نقص المواد الطبية أو اشتغال الفصل على هذه المنطقة يمر هذا الأمر بالاحترام على المؤسسات. مدينة دارية أيضا في الغوطة الغربية تعاني من حالة إنسانية صعبة، النظام لا يزال منذ ثلاثة أسابيع متواصلة يقوم باستهداف هذه المنطقة بصواريخ النابالم المحرمة دوليا، في ظل أيضا مطالبات من المجلس المحلي لإدخال المساعدات الطبية والإنسانية وخصوصا بعد تدمير المشفى الوحيد في مدينة دارية. أشكرك يا مان على كل هذه المعلومات. مراسل أورينت نيوز كنت معنا من ريف دمشق. في الرقة شنت مقاتلات حربية فرنسية سلسلة ظهارات جوية استهدفت مخزن أسلحة ثقيلة يستخدمها تنظيم الدولة في محافظة الرقة بحسب ما أعلنت عنه وزارة الدفاع الفرنسية. وأظهرت صور بثتها الوزارة مشاركة طائرات حربية من طراز ميراج 2000 ورافال وألتان تي كيو في عمليات القصف على مواقع التنظيم. هذا وكانت فرنسا قد كثفت غاراتها الجوية على مواقع تنظيم الدولة في سوريا والعراق بعد تبني الأخير هجوم باريس في تشرين الثاني. من جهتها أفاد موقع رقة تذبح بصمت أن 4 غارات جوية لطائرات مجهولة الهوية استهدفت مدينة الرقة وأطرافها الشمالية والغربية. وأضاف المصدر أن شهيدا مدنيا على الأقل سقط جراء القصف الذي طال عدة أحياء في المدينة بالإضافة لمنطقتي الفروسية والصوامع. وفي حمص قالت تنسيقية ريف حمص الشمالي إن طائرات حربية يعتقد أنها روسية شنت عدة غارات جوية ليلية بقنابل فوسفورية على بلدتي تيرمعلى وديرفول دون ورود تفاصيل عن نتائج القصف. كما تعرضت مدينتا رستن وتلبيسة وبلدتا الغنط والدار الكبيرة لقصف جوي بعضها بقنابل نابالم الحارقة، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا بين المدنيين وحدوث حرائق كبيرة في محيط مدينة رستن. إلى ذلك سقط شهيد على الأقل وجرح آخرون في قصف بالرشاشات والمدفعية الثقيلة على حي الوعر المحاصر بمدينة حمص. ينضم إلينا مراسل شبكة سوريا مباشر محمد الحميد من حمص. أهلا بك محمد. يعني قنابل فوسفورية يلقيها النظام على بلدات ريف حمص الشمالي، لو تضعنا في تفاصيل أكثر. تحية لك ولجميع السادة المشاهدين. نعم، هذا ما قام به النظام ليلة أمس حيث تم استهداف عدة مناطق في ريف حمص الشمالي بقنابل عنقودية تحتوي بداخلها مادة الفسفور الحارق، مما تسبب بحرائق كبيرة في المناطق التي تم استهدافها. سجلت هذه الاستهدافات في ديرفول، في مدينة تلبيسة، في قرية تير معلا، في ريف حمص الشمالي. هذه الغارات كانت جزء من غارات عنيفة مستمرة منذ حوالي أسبوع تقريبا على مناطق ريف حمص الشمالي. هي الغارات لم تتوقف على هذه المناطق، ولكن خلال الأسبوع الأخير كان هناك تصعيد عنيف بالغارات، أصبحت بالعشرات هذه الغارات. ليلة أمس وهذا اليوم الغارات لم تتوقف. قبل قليل كانت هناك غارتين على قرية الفرحانية الشرقية وهي قرية صغيرة تم استهدافها بعشرات الغارات خلال الأسبوع الأخير، تم تدميرها بشكل كامل. إذن الغارات الجوية الروسية وأيضا غارات النظام مستمرة على مناطق ريف حمص الشمالي. اسمح لي أن أؤكد أن الغارات التي تم استخدام فيها مادة الفسفور الحارق هي غارات روسية شنتها طائرات روسية على هذه المناطق. أيضا في حي الوعر الذي يقع جنوب ريف حمص الشمالي كان هناك الوضع ليس بأفضل من وضع في ريف حمص الشمالي. قوات النظام منذ حوالي 10 أيام تشكل تصعيدا عنيفا على هذا الحي بهدف إرغام أهله على شروط النظام التي يريد من خلالها إما
الأرض محروقة في الحي، وإما خروج جميع سكان الحي من الحي وسيطرته على الحي. ليلة أمس كان هناك ساعتين نستطيع أن نسميهما هما الأعنف في تاريخ هذا الحي، من ناحية القصف 15 أسطوانة من نوع فيل، عشرات قذائف من الدبابات والمدفعية والهاون، بل أستطيع أن نقول أنها أكثر من 150 قذيفة، تمشيط بعربات الشركة بشكل عنيف جدا. كان هناك شهيد ليلة أمس، يوم أمس عصرا كان هناك شهيدين، اليوم ظهرا كان هناك شهيدين، إذن خلال 24 ساعة هناك 5 شهداء داخل حي الواعظ نتيجة هذا الاستهداف المتكرر من قبل قوات النظام. جميع نقاط النظام حول الحي تستهدف هذا الحي بشكل عنيف جدا. هناك نقطة مهمة جدا، اليوم كان هناك موعد إدخال قافلة مساعدات تابعة للصليب الأحمر والأمم المتحدة، كانت هذه القافلة مقرر أن تدخل هذا اليوم بعد الظهر. قبل الظهر بدأ تصعيد قوات النظام باستهداف الحي بالقذائف وأيضا المدفعية والدبابات، إذن تصعيد هو مستمر من أجل الضغط على السكان، وأيضا لعرقلة إدخال قافلة المساعدات من أجل الضغط أكثر على السكان الموجودين داخل الحي الذين يعيشون وضعا مأساويا من كافة الجوانب وخاصة من الجانب الطبي. أريد أن أذكر أن أغلب المصابين الذين يذهبون إلى المشافي الميدانية يتم علاجهم عن طريق أدوية منتهية الصلاحية. هناك مرضى أو مصابين يصعب علاجهم ويقوم الأطباء بعملية. وصلت الصورة. شكرا لك محمد الحميد مراسل شبكة سوريا مباشر، كنت معنا من حمص. يعمل فريد في ريف حماة على صيانة الشبكات الكهربائية، ونظرا لعدم توفر المعدات اللازمة للصيانة فإنه يصعد بنفسه على العمود الكهربائي ويمشي على الأسلاك الكهربائية ليتمكن بعدها من إصلاح الخلل ليمكن الأهالي من الحصول على الكهرباء. نتابع. يعمل فريد وإياد على إصلاح الشبكات الكهربائية بطريقة مبتكرة تعرضهم لمخاطر عديدة لنقص المعدات المطلوبة لإتمام عمليات الإصلاح. يضطر فريد للعمل بوسائل بدائية بسيطة، وهي أن يصعد بنفسه على الأعمدة الكهربائية ويمشي على الأسلاك، يتعرض بذلك لمخاطر كبيرة قد تودي بحياته. وشفت انت بعينك كمان كيف طريقة شغلنا، كيف عدامنا، يعني حتى كمان عم نضطر في مثلا أعمدة باطون، أعمدة خشب صعب الطلعة إلى، في عمود حديد عم نضطر نطلع على عمود الحديد ونمشي على السلك، نقدم مخاطرة قوية، عم نقدم مخاطرة بأرواحنا، فنستطيع نمشي على السلك مشي لحتى نوصل عطل الفني، وهون عن طريقته بنصلحه نرجع نجي نمشي على السلك بننزل على عمود الباطون. رغم هذه المخاطر يعتبر فريد أن عمله هذا عمل إنساني يساعد من خلاله الأهالي ويوفر لهم الكهرباء بعد إصلاح الأعطال. أنا يهمني من ناحية المخاطرة أني أقدم عمل إنساني للمواطن أو للشعب لا يستطيع أن يأخذ حاجته من الكهرباء ومن يستطيع أن يشرب المياه فقط لا غير. فهي مهمة اعتاد عليها منذ أكثر من عام، والتي تقع نتيجة القصف المتكرر من قبل قوات النظام السوري وحليفه الروسي. عمله لا يخلو من المصاعب والمخاطر، ولكن كل ما يهمه هو إصلاح الخلل وإيصال الكهرباء وإيصال المياه للأهالي التي تعتمد بذاتها أيضا على الكهرباء. والله يعني قلت لك بالبداية أنه ما في صعوبة، في صعوبة بس الحاجة أم الاختراع، فنضطر نحن بدنا مثلا عطل الفلاني على عمود باطون صعب الطلع عليه، لا مو صعبة، نحن يهمنا أنه خلص بيشتغل شو ما بيكون الظرف بيكونه، لا يهمنا لا تعب لا مخاطرة لا خوف ولا شيء، يهمنا أنه خلص الموقف هذا نوصل عليه بنشتغله وبنصلحه، وأنا بيهمني أنه اللمبة تشتغل فوق رأس المواطن فقط لا غير. ربما اعتاد السوريين لحل جميع المشاكل التي يواجهونها في جميع الجوانب والمجالات على ابتكار حلول بديلة بدائية تمكنهم من إكمال أعمالهم والاستمرار بها. يقدم فريد من خلال عمله هذا نموذجا للهمة العالية والإصرار على الحياة التي طالما وجدت الوسيلة والحيلة لم تنعدم. نظرا لعدم توفر المعدات المطلوبة لإصلاح هذه الشبكات الكهربائية، يقوم العاملون عليها باختراع أساليب وخطوات بدائية بديلة لإصلاح هذه الشبكات. سيف العبد الله، أورينت نيوز، سهل الغاب. بهذا التقرير نصل مشاهدينا لختام هذه الجولة، وتذكير بأهم ما ورد فيها.
وحدات الحماية الكردية تطلق عملية عسكرية لطرد قوات النظام من الحسكة وتنفي التوصل لهدنة معه. أحرار الشام تخطط لهجوم جديد للسيطرة على حلب وتتحدث عن مباحثات لتوحد كبرى الفصائل. فيلق الرحمن يبدأ معركة جديدة في حجوبر الدمشقي تهدف للسيطرة على نقاط عسكرية من جهة المتحلق الجنوبي. غارات روسية مكثفة على محافظات إدلب وحمص وريف دمشق تتسبب باستشهاد العشرات. جولتنا انتهت. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت orient-news.net. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. Thank you.